يلا ديما بالورود ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. يلا خلاص. سيدي الحمد لله على سلامتكم وكل عام وانتم بخير. ترجعوا بيتكم تسلية ان شاء الله. راح يكون معكم الشباب ان شاء الله في الرحلة ويوضحوا لكم شو راح يصير وراح يستقبلوكم ان شاء الله هناك زملائنا ويوضحوا لكم كمان فان شاء الله توصلوا بيتكم سلمية. ان شاء الله. سامحني يا اخوي.